7 موانع استعمال للدواء المشهور جدا اتورفاستاتين. طيب في الاول كده ايه هو الاتورفاستاتين؟ ده من الادوية اللي بتستخدم في تنزيل نسبة الدهون والكوليسترول في الدم. بينتمي لمجموعة من الادوية اسمها ستاتينز، وده بيشتغل على انزيم موجود في الكبد اسمه HMG-CoA ريدكتيز، بيقلل من عمل الانزيم ده. الانزيم ده مسؤول عن تصنيع الليبيدز والكوليسترول، الدهون والكوليسترول في الكبد، وبالتالي لما يقلل من الانزيم ده بيقل تصنيع الكوليسترول في الكبد، وده الميكانيزم بتاع مادة الاتورفاستاتين. يبقى نقدر نسمي الاتورفاستاتين HMG-CoA reductase inhibitor، اللي هو بتقلل الانزيم اللي بيشتغل على تصنيع الكوليسترول والدهون في الكبد. ولكن لازم تكونوا عارفين ان الاتورفاستاتين يوصى باستخدام نظام غذائي متوازن معاه، ما نعتمدش على مادة الاتورفاستاتين لوحدها في تنزيل الدهون والكوليسترول في الدم. لازم نظام غذائي متوازن ولازم عمل رياضة باستمرار. أشهر الأدوية اللي موجود فيها مادة الأتورفاستاتين الأتور والأتورستات والليبيتور والتورفاست، وفي أنواع تانية طبعا فيها نفس المادة. في 7 حالات رئيسية ممنوع فيها استخدام مادة الأتورفاستاتين. أول حاجة الحمل، ممنوع استخدام مادة الأتورفاستاتين في الحمل لأنها ممكن تعرض الجنين لتشوهات خطيرة وبتسبب مشاكل كبيرة جدا أثناء الحمل. تاني حاجة ممنوعة أثناء الرضاعة لأنها بتعدي في لبن الأم وممكن توصل للرضيع وبتسبب مشاكل خطيرة جدا للرضيع. تالت حاجة ممنوعة للناس اللي عندهم مشاكل في الكبد. رابع حاجة للناس اللي عندهم مشاكل في الكلى. رقم 5 ممنوع مع أمراض الغدة الدرقية. رقم 6 لو بتعاني من ألم في العضلات أو ضعف شديد في العضلات. رقم 7 للأطفال أقل من 10 سنوات. دي موانع الاستعمال بتاع مادة الأتورفاستاتين. طبعا الفيديو للمعلومات فقط، ولكن طبعا المادة دي لا توصف إلا تحت إشراف الطبيب بحيث تقي من الجلطات ومشاكل القلب والشرايين والأوعية الدموية، فالمادة دي بتتوصف تحت إشراف الطبيب والفيديو مجرد معلومات فقط. الاثار الجانبية لمادة الأتورفاستاتين. رقم 1 ضعف في العضلات، وده اثر منتشر جدا من استخدام المادة دي، خاصة عضلات الكتف والرقبة والظهر بتحس في ضعف شديد جدا في العضلات دي. كمان بتحس بصعوبة في رفع الدراع، اللي بياخدوا مادة الأتورفاستاتين او المادة اللي هي بتنزل الدهون دي بيحسوا بصعوبة في رفع الدراع، وبيحسوا كمان بصعوبة لو مثلا جم يطلعوا على سلم او جم يقفوا مرة واحدة بيحسوا بيه صعوبة شوية في الموضوع ده. كمان من الحاجات المشهورة الاسهال، دايما المادة دي الى حد كبير ممكن تسبب اسهال. رقم 4 ممكن تسبب احتقان في الانف والتهاب في الحلق، او بنسميها كده النازوفارنجيتس، بتسبب تورم في المنطقة اللي هي منطقة البلعوم ومنطقة الحلق، فده برضو من الاثار الشائعة لمادة الأتورفاستاتين. رقم 5 ممكن تسبب الم في المفاصل، جوينت بين، او كده بنسميها الارثرالج، برضو من الحاجات المشهورة جدا لمادة الأتورفاستاتين. رقم 6 بتسبب ضعف في الشهية، دايما اللي بياخدوا المادة دي بيكونوا شهيتهم للأكل ضعيفة شوية إلى حد ما. ومن الأثار الجانبية النادرة الحدوث اللي هي ممكن تحصل ولكن بشكل نادر جدا، إنها ممكن تسبب مشاكل في الذاكرة أو فقدان مؤقت في الذاكرة، ولكن طبعا من الحاجات النادرة جدا يعني. في بعض الأدوية اللي بتتفاعل مع مادة الأتورفاستاتين، أشهرهم الإريثروميسين ومضادات الفطريات زي الإتراكونازول والكيتوكونازول وموانع الحمل اللي بتاخد عن طريق الفم ومادة الكولشيسين ومادة الديجوكس. مادة الأتورفاستاتين تفضل انها تتاخد مرة واحدة في اليوم، ويفضل انها تكون مساء وتكون في نفس الميعاد يوميا في نفس الساعة، يعني مثلا لو تاخدها الساعة 11 بالليل يبقى كل يوم الساعة 11 في نفس الميعاد. مادة الأتورفاستاتين بيوصل اعلى تركيز لها في الدم في خلال من ساعة لساعتين، وبيظهر تأثيرها في الجسم في تنزيل نسبة الكوليسترول من اسبوع لاسبوعين، وبتكون اقصى نتيجة منها في خلال 4 اسابيع.
الجرعة البدائية من مادة الأتورفاستاتين من 10 ملي ل 20 ملي، ولكن طبعا بيحددها الطبيب المعالج على حسب الحالة. مادة الأتورفاستاتين الناس اللي بتاخدها بيكون جسمهم عنده حساسية زايدة من أشعة الشمس، فعشان كده لو بتاخد المادة ديت يفضل انك تتجنب أشعة الشمس المباشرة وتحط واقي شمس قبل الخروج للشمس. كمان يفضل الابتعاد عن عشبة سانت جونز وكمان عصير الجريب فروت لانه بيتفاعل مع المادة دي. ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، كل ما يخص مادة الأتورفاستاتين، موانع استعمالها والآثار الجانبية والجرعة بتاعتها. لو في حد عنده أي سؤال أو استفسار سيبهولي في التعليقات. شكرا لكم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.